من تعلم بناء سلم من الأحجار التي تعثر بها يوما بلغ القمة وإن تعثر ألما ليالي طوال. من غاب عن أبرز حدث كروي عالمي فقيل أسفا، جوهرة زرقاء افتقدها المونديال. عاد سريعا وانطلق نحو اللقب عزيمة قوية ولمراده نال. الأزوري عاد بعشاقه إلى ذكريات ماضيه الحافل بالبطولات والتحديات، وكتب يورو 2020 إيطاليا بألوانه الزرقاء في ليلة من ليالي المتعة والإثارة، معلنا عودته إلى الواجهة من جديد، محكما قبضته بشراسة الطليان على ربوع القارة العجوز. ليست كل الطرق تؤدي إلى لندن كما روما، ولكن الطريقة المثالية التي شقها القائد كيليني والبقية كانت كفيلة بوضع الأزرق في مكانه الصحيح، وإفقاد عاصمة الإنجليز ضبابها المعهود، وحرمان منتخب الأسود الثلاثة من تحقيق أول لقب أوروبي على أرضه وبين جماهيره، بعدما ظهر بمستوى ترفع له القبعة وقاتل من أجل حلمه حتى الرمق الأخير. إلا أن ملعب ويمبلي في آخر المطاف خان أصحابه وابتسم للطليان. انتفاضة إيطاليا ونهضة الثأر بعد خيبة مونديال الدب الروسي كان خلفها المدرب الأنيق روبرتو مانشيني، الرجل الهادئ الذي حول عبء الغياب الكارثي إلى نجاح بروح انتصارية عالية ذكرت عشاق الساحرة المستديرة بإيطاليا الأجيال الذهبية، في نسخة شهدت تألقا لافتا لنجم اليوفي فيديريكو كييزا، الشمعة التي أنارت طريق الأزوري والأفضل في اليورو والحارس دوناروما الذي دافع عن عرين الإيطاليين حتى اعتلاء منصة التتويج الأوروبي. هذه الكتيبة قدمت درسا مجانيا لمن أراد أن يأخذ العبر، لا شيء يكسر الطموح والعزيمة. قادمون من أجل إيطاليا، إن ريفو بير لإيطاليا، إن ريفو بير لانوسترا ستوريا، إيطاليا إيطاليا يورو إن إيطاليا. حكيم الزيري سيلتو كانال كورو بس.